قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلينا نروح لدينا ونتعرف منها على اخبار المرور ونشوف بقى الشوارع والزحمه في ساعات الصباح الاولى. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شادلي، صباح الخير يا جماله، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. مش حاسين ان الجو حلو كده بقى لنا يومين؟ لطيف طبعا جدا بصراحه، جدا يعني انا في الصبح وانا جايه في نسبه برد كمان كده. ايوه الواحد كان سعيد بيها جدا يعني. هتستمر بقى ولا الدرجات هترتفع تاني؟ ده اللي لسه بقول يا رب تستمر معانا شويه، لكن هي الاكيد انها مستمره معانا لاخر الاسبوع ان شاء الله. خلوني دلوقتي بصبح على حضراتكم نستعرض معاكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من محافظة القاهرة بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية. هنروح عند كوبري الجلاء، هنلاقي ان في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، لكن عند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري كذلك الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات. كورنيش النيل القادم من المظلات في كثافات مروريه بسيطه متحركه ومستمره حتى وسط البلد، بتزيد شويه امام وزاره الخارجيه ومسبيرو، وده أثناء دخول الموظفين. لكن المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند معهد ناصر. بتظهر كمان كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني. ونروح معاكم الجيزة، وخلونا نبدأ من مدينة السادس من أكتوبر، إن في غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 شهور، ده لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وده بيستلزم غلق كلي لطريق الواحات أمام حركة المرور، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة ومستمر حتى 16 فبراير من العام القادم. علشان كده لازم الناس تاخد بالها من التحويلات دي والطرق الداعمة اللي تم إضافتها. ونفتكر برضو ان الطريق الدائري القادم من اكتوبر ما زال مغلق، والاتجاه اجباري الى نفق حازم حسن ومنه الى محور 26 يوليو ومحور رود الفرج للمتجه الى مناطق شرق القاهره، وبعدين اللي مكمل كمان كوبري تحيا مصر، ثم محور الفنجري القادم من اكتوبر متجه الى التجمع الخامس او مناطق المعادي وحلوان او كورنيش النيل، ياخد الطريق السياحي ومنه الى الطريق الدائري، وده هيكون افضل مسار. هنروح معاكم لشارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطع مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. نروح معاكم لمحافظة المنيا، في سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق. لو شفنا طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف إلى محافظة المنيا في سيولة مرورية، كمان طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة التي لا تعوق حركة المرور، لكن الطريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة لا تعوق أيضا حركة السير. باختصار ان طرق محافظة المنيا الأساسية ما فيهاش اي عائق طارئ يعوق حركة المرور. ونكمل جولتنا من محافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرورية، ونفس الامر في طريق بلبيس الزقازيق ما عدا بعض الكثافات البسيطة في مدخل المدينة بعد منطقة العصلوجي. اما الحالة داخل المدينة الزقازيق في كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة الجامعة، كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجمة. أما طريق أبو حماد المتجه إلى الإسماعيلية ماشي بشكل كويس ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. ومن جولة المرور خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.
درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في السلوم 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.